جماهير طالبنا احنا بعد ايضا نطالبهم ومو غريب عليهم الحضور. شفناهم اخر مباراه كانوا يمكن لاعب رقم واحد ما اقول لاعب رقم 12 وهم كانوا الداعم الاول للفريق وثلاث نقاط يمكن جت من مجهودهم مجهود اللاعبين. فنطالبهم ان شاء الله يكونوا متواجدين في الفتره هذه خصوصا ان الفتره المقبله يمكن فيها ضغوطات وفيها مباريات حاسمه بالنسبه لنا للصعود ان شاء الله للمراكز الاولى. اقول لهم ان شاء الله ان ما نقدر نقول اكثر من ان بنحاول الكثر ما نقدر ان نرد لكم الجميل. وانتو طبعا اللاعب المهم انتو رقم واحد وكثر ما نقدر انا بنسعى اني بلكم ثلاث نقاط باذن الله. عشاق وأصحاب السعادة كونوا على الموعد عندما يلاقي نادي الوحدة نادي الشارقة وذلك يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير في استاد آل نهيان بنادي الوحدة في تمام الساعة 8:15 مساء ضمن مباريات دوري الخليج العربي الجولة 19.